بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفؤا أحد. الله ربي فرد صمد الله ربي لا لم يلد الله ربي وحد أحد. يا من ادعيت أنك خلقت بالصدفة ودعوت إلى الإلحاد ونكرت إن الله خالق الأرض والسماء وما فيهما وبينهما من الجماد والأحياء، فاعلم إنك فان ولا منة لأحد على الخالق المنان. حللت المسكرات وفتحت بابا للمخدرات ودعوت الخلود ونسيت إن الحمد لله وحده على نعمة الوجود. الله ربي الله ربي فرد صمد الله ربي لا لم يلد الله ربي وحد أحد. الله ربي هو خالق الأكوان أثبتكم بالدليل خلق الإنسان أقنع النجار إن الباب أتى صدفة إن يقتدع لأن الباب صنع للغرفة إذن يسير كل شيء في خط مستقيم لن يتساوى أبدا الجهل والحكيم. كذبتم وصدقتم أن الكذب قد نمت من خلق الصدفة إذن ومن أين أتى؟ الله ربي فرد صمد الله ربي وحد أحد الله ربي لا لم يلد الله ربي فرد صمد الله ربي لا لم يلد الله ربي وحد أحد. تسألني إن مت ولم أجد الله ليس كشعورك إن مت وتقى أقنعني أن لا إله يوجد في البشر وبعدها أقنعني كيف ينبت الشجر. هل الصدفة التي أتت بنطفة الذكر والصدفة التي خلقت الحوت في البحر؟ ربي لقد أبحى لنبي آمين قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. الله ربي لا لم يلد الله ربي لا لم يلد الله ربي واحد أحد الله ربي فرد صمد الله ربي لا لم يلد الله ربي واحد أحد الله ربي واحد أحد. قلتم بأن هذه قضية علمية صعود الماء إلى السماء وإنزال المطر إلى الكرة الأرضية والليل والنهار والشمس والنجوم والكواكب في مدار. عرف علمك الصدفة وأعطني قرار. أخبرتم الناس بأنه نظام كان منذ زمان أقنعتم الجهل فقط من دون أي برهان. من كون كان إذن وقيد المكان. الله ربي فرد صمد الله ربي لا لم يلد الله ربي واحد أحد الله ربي واحد أحد. قلتم بأن هذه قضية علمية صعود الماء إلى السماء وإنزال المطر إلى الكرة الأرضية والليل والنهار والشمس والنجوم والكواكب في مدار. عرف علمك الصدفة وأعطيني قرار. لماذا الطير لا يسقط بحكم الجاذبية؟ لماذا الإنسان يعيش في الكرة الأرضية؟ من أين جاءت الذرة وكونت خلية؟ هل السيارة وحدها تسير في الشوارع؟ حتى الحمار في هذه القضية غير قانع. وبعضكم يقول لي نعم يوجد إله والكون هذا ربنا هو الذي بنى ولم يسير للبشر رسل وأنبياء. كلام فارغ هذا شبك وفي هواء. لما يوضع مع التلفاز دفتر تعليمات؟ أخبرني كيف الناس تقود المركبات؟ إذا لكل شيء هناك إرشادات فكيف هذا الكون وهذه المخلوقات؟ الله ربي فرد صمد الله ربي لا لم يلد الله ربي واحد أحد. من ربك؟ الله ربي هذه قضية علمية. ماذا؟ قلتم بأن هذه قضية علمية صعود الماء إلى السماء وإنزال المطر إلى الكرة الأرضية والليل والنهار والشمس والنجوم والكواكب في مدار. عرف علمك الصدفة وأعطني قرار.
أخبرتم الناس بأنه نظام كان منذ زمان أقنعتم جاهل فقط من دون أي برهان. من كون كان إذن وقيد المكان؟ لماذا طير لا يسقط بحكم الجاذبية؟ لماذا الإنسان يعيش في الكرة الأرضية؟ من أين جاءت الذرة وكونت خلية؟ هل السيارة وحدها تسير في الشوارع؟ حتى الحمار في هذه القضية غير قانع، وبعضكم يقول لي نعم يوجد إله، والكون هذا ربنا هو الذي بناه، ولم يسير للبشر رسل وأنبياء. كلام فارغ هذا شبك وفي هوا، لما يوضع مع التلفاز دفتر تعليمات؟ أخبرني كيف الناس تقود المركبات؟ إذا لكل شيء هناك إرشادات، فكيف هذا الكون وهذه المخلوقات؟ الله ربي فرد صمد، الله ربي ما لم يلد، الله ربي واحد أحد، الله ربي فرد صمد. الله ربي فرد صمد، الله ربي لا لم يلد، الله ربي واحد أحد، الله ربي هو خالق الأكوان. أتحدثكم بالدليل، خلق الإنسان، أقنعوا النجاة إن الباب أتى صدفة، لن يقتنع لأن الباب صنع على الغرفة، إذن يصير كل شيء في خط مستقيم، لن يتساوى لن يتساوى أبدا الجائل والحكيم. كذبتم وصدقتم أن الكلب قد نمت، من خلق الصدفة إذن ومن أين أتى؟ الله ربي فرد صمد، الله ربي الله ربي واحد أحد، الله ربي واحد أحد. قلتم بأن هذه قضية علمية، ماذا؟ قلتم بأن هذه قضية علمية، صعود الماء إلى السماء وإنزال المطر إلى الكرة الأرضية، والليل والنهار والشمس والنجوم والكواكب في مدار. عرف بعلمك الصدفة وأعطني قرار، لماذا الطير لا يسقط بحكم الجاذبية؟ لماذا الإنسان يعيش في الكرة الأرضية؟ من أين جاءت الذرة وكونت خلية؟ هل السيارة وحدها تسير في الشوارع؟ حتى الغبي في هذه القضية غير قانع. الله ربي فرد صمد، الله ربي